سمسي يا شباب، السمسي يا شباب، يا عبيد الامريكان. رمز يا ابو الثوار يا جلعوكم في المسمار. بيان الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره الى الشعب التونسي، المجلس الوطني التاسيسي، نحن اعضاء الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره، وبعد التدارس والتدقيق لقانون تحسين الثوره، فاننا نطالب بالاتي: اولا، ادراج قانون تحسين الثوره كمطلب شعبي وفوري. رانا ناس عانينا بالتجمد، ذقنا السجود، ذقنا المراقبة الإدارية، لأن الرابطة الوطنية لحماية الثورة فيها العديد من الأمراض ممن مورس عليهم القمع، وأنا واحد منهم، وذات تربت تحت القمع. أنا توا عندي الثورة قبل الأحزاب. أنتم نورمالمون مش تعملوا الوقفة هذه مع جماعة أخرين من المؤتمر من أجل الجمهورية، حسب المؤتمر. تفهمتوا مع تحكيتوا مع السي اي عماد الدايمي ولا كيفاش؟ دعم اي رسالة ماشي سهل التفعيل قانون تحسين الثورة، لكن نحن راهو ما كأحزاب سياسية معناها اللي يحب فيه ينضم ويدعم تفعيل قانون تحسين الثورة مرحبا به، واللي ضد معناتها باش تجيو هوني. معناتها كلمتوا نورمالمون وزارة الداخلية، كلمتوهم قلت لهم راهم باش تعملوا الوقفة هذي. اي بالطبيعة عملنا ترخيص نصب الخيمة اللي شعرنا في بورقيبة وما المجلس التأسيسي، وأعلمنا بكل ما يطال القانون في إطار القانون. لكن المشكلة أنت تعرف أنه جماعة الاتحاد قالوا فما معناتها برشا من رابطات ماهمش معناتها مشرعين أصلا، معناتها ماهمش قانونيين أصلا. نحن كرابطة وطنية قانونية والأطراف الكل تندرج تحت الرابطة الوطنية لحماية الثورة اللي هي قانونية، وما يقصدوا بالك هنا يقصدوا بها رجال الكرم. توا فما شكون يقول لك أنه معناتها فما برشا من الرابطات معناتها يستغلوا في المطلب هذا وياخذوا في دوسيات نتاع رشوة باش يبتزوا بهم من بعد رجال الأعمال، أنت شنو قولك من الكلام هذا؟ أو طرف سياسي متهم مادية أو أنها قامت بملف من أجل الابتزاز أو كذا، فعلي أن يتقدم ويسرع في تقديم قضية ضد الرابطة، بل حتى الملفات اللي نحصلوا عليها نزلوها على الفيسبوك ثم قدموها إلى الممثلين الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات.